بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتاري إنسكوب. أعتقد أن العصر الحالي هو العصر الذهبي للجزائر، مش أي كلام وخلاص. الأخبار اللي بتقول كده، مش أنا اللي بقول كده، زيارات الوفود العسكرية من الدول العظمى للجزائر هي اللي بتقول كده. دولة قوية زي روسيا طلعت وزير خارجيتها قبل كده في لقاء كامل يتحدث عن علاقة روسيا بالجزائر، في الوقت اللي فيه نواب من أمريكا طلبوا بفرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقات عسكرية ضخمة مع روسيا. بتلاقي أمريكا نفسها بتتودد للجزائر بسبب تغيير إسبانيا موقفها السياسي حول الصحراء الغربية. إسبانيا حاليا تعاني من خسارة اقتصادية كبرى بسبب الجزائر. الجزائر اللي كان اقتصادها معتمد بشكل كبير على فرنسا، الآن الجزائر حرة تسحب سفير، ترجعه، تقلل العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، تغلق الأجواء الجزائرية أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، تفعل ما تشاء. الجزائر نجحت ان يكون لها علاقة قوية مع الصين وروسيا وايران، وكمان العلاقات موصولة بامريكا. مين في العالم قدر يجمع العلاقات دي في سلة واحدة؟ الجزائر. ليه؟ لان الجزائر لها سياسة حكيمة، سياسة حكيمة جدا، سياسة ما تجوع الذئب وما تبكي الراعي. في الوقت اللي الجزائر بتمتنع عن التصويت لصالح قرار إدانة روسيا، لقينا الجزائر بترجع سفارتها في أوكرانيا. في الوقت اللي الجزائر علاقتها بإيران قوية، الجزائر علاقتها بأغلب الدول العربية وعلى رأسهم السعودية علاقة قوية، وده قبل الصلح بين روسيا وإيران. إيه الصين وأمريكا وروسيا شايفين في الجزائر؟ إيه يخليهم حريصين على وجود علاقات جيدة مع الجزائر؟ الإجابة إنهم شايفين سياسة حكيمة، وشايفين دولة لها ثقل سياسي عربي، ودولة تعتبر بوابة إفريقيا الكبرى. شايفين الجزائر أخ كبير لإفريقيا، إفريقيا منبع الثروات. لو الجزائر ما كانتش مؤثرة في قارة إفريقيا، مستحيل كانت الجزائر قدرت تطرد الكيان الصهيوني من صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي. الدول العظمى شايفين رغم محاولة تطويق الجزائر بخلق صراعات ومشاكل وفتن مع المغرب وتونس ودولة مالي، لكن الجزائر نجحت في التحدي وساهمت في طرد فرنسا من مالي، ومتمسكة بعلاقتها القوية مع تونس ودعمها، وإن شاء الله تتحل مشكلة المغرب. طيب، أوروبا شايفة إيه في الجزائر؟ أوروبا شايفة في الجزائر حصان أسود قوي انطلق وصعب اللحاق به. أوروبا أدركت مؤخرا أن الجزائر لم تعود مثلما كانت عليه. الجزائر وجدت بدائل اقتصادية بعيدا عن أوروبا زي الصين وتركيا وغيرهم، وكل ده تحت مبدأ رابح رابح، وشرحت النقطة دي بالتفصيل في الحلقة دي اللي هتظهر قدامكم. واتفاق الاتحاد الاوروبي بتاع سنة 2005 ما ينفعش دلوقتي مع الجزائر. الحصان الاسود الجزائري طموحه اكبر بكتير من علاقات اقتصادية خاسرة مع اوروبا. الحصان الاسود عينه على الانضمام لمجموعة بريكس. الحصان الاسود اللي ركبه زمان مناضل لتحرير بلده من الاستعمار، واستشهد من فوقه الكثير فداء لهذا الوطن. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جاي الجزائر ورجل تقدم ورجل تأخر، عشمان ان يحل مشكلة الجزائر مع فرنسا، ومشكلة الجزائر مع اسبانيا، ومشكلة التبادل التجاري مع اوروبا، عشمان ان الجزائر ترضى عليه وهي تاني اكبر مورد للغاز في اوروبا. انه العصر الذهبي للجزائر، وتبدل الحال من أوامر أوروبا إلى الجزائر إلى طلبات أوروبا من الجزائر. معلش يا جوزيف بوريل، مش سامعك من صوت التلفزيون المفتوح على حلقة تاريخية في عصر الجزائر، حلقة بريكس. حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.